ليها اساليب وليها قصص حبيب كبيره جدا في هذا الشان. فتحطيم الثقه في الذات القوميه هي احد اهداف الحرب النفسيه او القتال النفسي زي ما بنقول. طيب عشان نقدر نوصل للحاله دي لازم نقول ان الحرب النفسيه عباره عن ثلاث اشكال اساسيين: الحرب النفسيه كاستراتيجيه، والحرب النفسيه الاستراتيجيه، والحرب النفسيه التكتيكيه. الحرب النفسيه كاستراتيجيه هي بتستخدم جزء من خطه الحرب الكبرى، يعني في حرب فبندير بعض الملفات بشكل نفسي، يبقى فرع من فروعها. فرع من فروعها بالظبط، بتكون خاصة أكثر بالجيوش. الحرب النفسية الاستراتيجية هي ما نعيشه هذا العصر، أو مش هذا العصر تحديدا، يعني قرابة 30 أو 40 عام الأخرة، ده اللي احنا بنعيشه حاليا. حرب شاملة، نفسية شاملة، مش بتشمل الجيوش بس، الجيوش والأفراد والعائلات والاقتصاد والأطفال والمدارس والسيدات والكبار والعجائز، كل مناحي الحياة، كل الأطياف، كل الأطياف. والحرب النفسية التكتيكية هي أدق تفسيرا وأصغر وأدوارها أصغر شوية، وبتكون تبع الحرب النفسية كاستراتيجية هي الخاصة بالجيوش. طيب ليه بقى كل ده؟ عشان نعمل ثلاث حاجات مهمين قوي، ثلاث حاجات مهمين قوي لما يحصلوا نخلي الإشاعة تخش تلف وسطنا كده وتؤتي ثمارها بكل سهولة ويسر. إيه هما الثلاث حاجات؟ قالك بعصارة النظم والقيم الاجتماعية اللي هو بنسميها تغيير أو تعديل سلم القيم المجتمعية، يعني نخلي الحلو تحت والوحش فوق، الخريطة المجتمعية للمجتمع، نخلي الصح تحت والغلط فوق، نخلي القيم والفضائل الحسنة والجميلة والطيبة اللي عشنا عليها تندثر، ونطلع مكانها الأحقاد والخلافات وإلى آخره. ثم القضاء على مفهوم التماسك السياسي. التماسك السياسي هو اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية والطائفية، واللحمة الداخلية دي مهمة جدا ان احنا نحافظ عليها، لان دي من اساسيات الحرب النفسية المقصود انها تضرب. والقضاء على الرضا القومي. الرضا القومي. القومي. الرضا القومي دي اللي هو بيقولوا عليها المزاج العام للشعب. ايه الرضا القومي ده؟ المزاج العام للشعب، الرضا القومي. الرضا القومي ان انت النهارده لما بتشوف عندك افتتاحات ومشروعات واستثمار وطرق جديده وتسليح ونظام اجتماعي محترم وتكافل وكرامه والى اخره، وكافه المشروعات اللي احنا بنعيشها في هذا العصر الحميد، فتلاقي ان المواطن برضه مش مبسوط ومذعور وعايز اكتر ومش عاجبه اللي بيحصل. ليه؟ لان في حملات تشكيك باستمرار. لازم الاول الجزئيه دي تتم، الجزئيه دي تمت على مدار مش اقل، يعني اكاد اجزم انه مش اقل من 50 سنة بيتم التهيئه ان لما تيجي دور الاشاعه كسلاح فتاك تؤتي ثمارها في حين، ما تتاخرش. الاشاعه تطلع تؤتي ثمارها، لان الموضوع تحول من كاستراتيجية إلى استراتيجية شاملة بتشمل الشعب بفئاته بأعماره بكل مقدراته الوطنية. لا ده حاجة يعني أنت دكتور، أنا عايز أضيف لكلام الدكتور إن مروج الإشاعات ليهم أهداف محددة أكيد بتنحصر في ثلاث أشياء أكيد. عندي التشكيك طبعا، عندي طرد الاستثمار، عندي نشر الإحباط. فلو جينا مسكنا النقطة الأولانية اللي هي النقطة بتاعت التشكيك، هتلاقيها دي من أخطر الأمور اللي طبعا هي موجودة في السوشيال ميديا، إن مروجوا الإشاعات عايزين